أتحداك ثم أتحداك تجيني تقول السطوع عندي قل أو حرارة الجهاز عالية. أفضل مروحة من فلاي دي جي مخصصة للجوالات فقط، يعني مهما كان نوع جوالك فهذه تركب عليه. طبعا تبريدها مائي، مروحة فلاي دي جي إصدار B5. طبعا محتويات الصندوق اللي هو المروحة، يجي معاها مثل ما قلنا لكم كيبل وكتيبات تعليم. طبعا كلنا ما نقرأ كتيبات تعليمات، وأنا أولكم ما أقرأ كتيب التعليمات. شوف يا حبيبي طريقة ربطها عن طريق برنامج الفلاي دي جي نفسه، دور على زائد، دور على مروحة البي 5، هو الريدي أنا مقترنها، لكن على طول رحيم المروحة. يجيك سمارت كنترول اللي هو يبرد على حسب حرارة الجهاز أو برودة الجهاز، وعندك مود المانولي، هذا أنت تحدد سرعة الجهاز اللي تبغاه وتنقص سرعة المروحة اللي تبغاها. أقصد هنا يشغل النور ويطفي النور، تمام؟ وإذا كنت شابك السلك على رأس جداري 18 واط راح تقدر تفعل اللي هو تبريد التيربو. شوف انشغله واسمع الصوت. إذا كنت راي بثوث أو حرارة جوالك ترتفع مرة، فهذه المروحة خيار جدا مناسب لك. الله على التبريد المائي اللي صار هنا. شوف شوف معي شوف معي شوف معي. وبرضه من ضمن الحاجات الحلوة هنا في حساس، شوف حطيت يدي، ركز معي هنا، شوف ارتفع درجة حرارة لأني لمسته، لكن خلوه شوي، شوف جالس تنزل، ركز هنا، هنا على الرقم هذا، لا على الرقم هذا 9. فعموما ما راح توصل 9، لكن من باب اللي هو إن فيها حساس يقرأ لك درجة حرارة جوالك. متوفرة في متجر حصلت، تقدر تطلبها عن طريق البايو أو ترفع الشاشة لفوق. إذا شرحنا لها كان سهل سوي لنا متابعة، ولا تنسانا من الإعجاب والكومنت الحلو.